السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم في كل خير. اليوم عندنا حقائق مخفية عن الكثير. عندنا حقيقة رجل مكذوب علينا جميع فيها، وهي قصة من؟ قصة قيس بن ملوح وليلى. طلع كل الكلام هذا كذب، طلع قصة حبهم كذب. ليش كذب؟ اللهم صل على محمد. قيس بن ملوح صار شماعة للجميع، صار شماعة للقصيد، صار شماعة للكذب. بتقولين ليش كذا؟ فيه عادة قبل مئات السنين إن اللي يقول قصيد في بنتهم أو شعر أو شيء ما يزوجونه أبدا، مهما كان ما يزوجونه أبدا. المهم ان اللي تغزل في اي بنت ما يزوجونها ابدا مهما كان. ففي قصة حدثت، اللهم صل على محمد، في شاعر كبير، الشاعر يقول اغلب قصيدة غزل، اغلب قصيدة غزل، فيتغزل في احد البنات، يتغزل ويقول قصيد ويقول ويتكلم. انتشر الخبر لين وصل من الأب والبنت. فجاء يوم من الأيام وراح نفس الشاعر يتقدم للبنت، قال أبو البنت مستحيل أني أزوجك قدام الناس، مستحيل أني أزوجك، أنت رجال قلت القصيد كذا وكذا وكذا وكذا، قلت القصيد وتكلمت وكل شيء، كل مكان تتغزل. المهم صار بينهم نقاش كذا، قال اصلا يا اخي الله يهديك، الله يهديك يا اخي، كذب كذب، هذا مو انا، هذا قيس بن ملوح، قيس بن ملوح انا مجرد بس انها عجبني الكلام وقلته، ما تغزلت في بنتك ابد. وش يسوي؟ أنكر قدام الجميع. وش يسوي أبو البنت؟ أرفضه. فقام ينشر الرجل إنه كل القصيد اللي هو قال المن القيس بن ملوح. فجمع عيال عمه وعمانه كلهم يرجعون يخطبوا، فقالوا أنت ظلمت ولدنا، قالوا أنت ظلمت ولدنا وأنت تكلمت، والرجل ما قال ببنتك القصيد الغزل هذا اللي أنت قاعد تقول، الرجل جايب لنا القصيد من قيس بن ملوح. فاستحى الرجل وزوجه، أبو البنت زوج الرجل اللي جاي يخطب. فصار قيس بن ملوح شماعة، شماعة لأي كلام وأي قصة وأي قصيد، أي أحد يقول قصيد أو شيء يوصل أبو البنت قالوا أوه هذا قيس بن ملوح يقصد في ليلى، هذا قيس بن ملوح سوى كذا وكذا يقصد في ليلى أبدا. حتى وصلوا عليه الكذب، وصلهم لدرجة أنهم يقولون إن قيس مسك الجمر. يا أخي سلامات، في أحد يمسك الجمر؟ سلامات، في أحد يمسك الجمر؟ يعني هي في العقل. الله أكبر، مسك الجمر قال أنا أحب ليلى وكذا ومدري من هالكلام، هذا غير صحيح، غير صحيح. الأصمعي سوى بحوثات طلعت شخصية قيس بن ملوح غير موجودة إطلاقا، دور مع القبائل مع جميع الشعوب، ما لقى أي دلالة تدل أن قيس ابن الملوح موجود، وأنه يعني مجرد شماعة للقصيد. فموجود في الحقائق موجودة والأدلة في كتاب الأصمعي، أنا ما جبت شيء من رأسي اسمحوا لي، كل شيء موجود، الكلام هذا كله موجود في كتاب الأصمعي.
فالمعلومة هذه توني اطلعت عليها وحبيت أفيدكم وأعلمكم أنه مو كل شيء يعني ينتشر حقيقي، لازم تطلع على الأدلة الكافية علشان تعرف. فاللهم صل على محمد، استودعتكم الله الذي لا يضيع ودائعه.